يجب أن ينتبه المسلم إلى مسألة معينة أو مهمة، وهي أن كثيراً من الأخلاق واجبات، فتجد من الناس من ينتبه كثيراً إلى قيام الليل، إلى الضحى، إلى السنن، إلى الأذكار. الواجب أفضل من النافلة ومن السنة. الصدق واجب، الأمانة صدق عملي واجب، ترك الغش واجب، العدل واجب. فهذه الأخلاق واجبة على المسلم، فلا أهتم أنا بالنوافل وأترك الواجبات. مطلوب أن آتي بالواجب وأن آتي بالنوافل. كثير من الناس تجده يغش، تجده يقطع رحمه، تجده يظلم، يقوم الليل، يصوم، يصلي، هذه نوافل، والفرائض أفضل من النوافل، فكيف أهتم بالنوافل وأهمل الفرائض؟